أنا هقول كلمتين صغيرين. في ناس بتتساءل لما لغيناش المهرجان زي ما ناس كتير لغوا المهرجانات. إحنا مهرجاننا مش مهرجان فساتين ولا استعراض ولا مكياج ولا الماركات ولا أي حاجة من دي. إحنا مهرجاننا مهرجان ثقافي. في ناس بيحاربوا في الجبهة وإحنا هنا جبهة بنحارب بأدواتنا. أدواتنا اللي هي الثقافة اللي هي القوى الناعمة اللي هي بتصيغ وجدان المواطن. بنتقابل ونتحاور ونتبادل الخبرات والإبداعات. يعني مهرجان لازم يقام لأنه في خدمة الإنسان. والسلام. طبعا مش عايز أقول لكم أكيد كلكم عارفين إن قد إيه الواحد يكون محظوظ إنه يكون متواجد ويكون قاعد جنب سيدة المسرح العربي الأستاذة سميحة ديوب. ده شرف وفخر يعني مش قادر أوصف لكم قد إيه. دي حاجة بالنسبة لي كبيرة جدا. من ضمن الحاجات اللي أسعدتني بمشاركتي في المهرجان إن أنا يعني أول حاجة إن المهرجان ده للشباب. الشباب يعني جيل جديد. يعني الرسالة اللي ممكن الواحد يقدمها أو الشباب يقدموها له ويقدموها للعالم كله. درست وعلمت كتير والكتير من طلاب المسرح في مختلف أنحاء الوطن العربي. فإني أسعد برؤياهم جميعا وقد انطلقوا إلى جميع أركان الأوساط الفنية المصرية والعربية. ممثلين كانوا أو مخرجين في المسرح والإذاعة والسينما والتلفزيون. بخلاف اعتزازي الشخصي بالمهرجان اللي أسسوا أبناء إيمان وإنجي ونجحوا أن يجعلوه واحدا من أهم مهرجانات مصر المسرحية الدولية خلال فترة وجيزة برعاية الأستاذة والصديقة الحبيبة سيدة المسرح العربي سميحة أيمن. أهلا وسهلا بحضراتكم واسمحوا لي اشكركم واحنا كلنا هنا النهارده في حفله سيده المسرح العربي السيده سميحه ايوب. كلنا مشكورين بوجودنا في حفله حضرتك. واسمحوا لي اشكر الفنان مازن الغرباوي والدكتوره انجي الكستاوي مدير ورئيس مهرجان شرم الشيخ. الواقع على يعني مش تقريب على مهرجان شرم الشيخ. انا في الواقع عزبت المهرجان من اول دوره لي لما رحنا شرم الشيخ واحنا مش عارفين ايه اللي موجود في شرم الشيخ. وكنا شايفين مازن الغرباوي وهو بيبدا مشروع وبيبدا حلم هو وانجي بيستاوي مع بعض. وحضرت تقريبا كل الدورات وشفت المهرجان وهو بيشتد عمره سنه بعد سنه. شفت اتنين ما بيناموش طول وقت المهرجان. شفتهم في الحقيقه بيعملوا كل حاجه. يعني مش غريب في شرم الشيخ انك تنزل من الطياره تلاقي مازن مستنيك بعربيته اللي بيروح بيها من القاهره لغايه شرم الشيخ سايقها عشان يهتم انه يجيب الضيوف بتوعه من المطار يوديهم للفندق ومن الفندق يوديهم المطار. بالواقع هم بيشتغلوا كل الاعمال داخل هذا المهرجان وده سر نجاحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتنا السلام. ونجنح دوما للسلام. تربينا على السلام وننطلق دوما من السلام لعبور الأزمات. ومن مدينة السلام سننطلق لنعطي درسا لشعوب العالم أننا دعاة فن وسلام، دعاة فكر واستنارة بكل إشارة. ولا تنفصل الثقافة عن السلام الداعي للإنسانية والإنسان، كما لا ينفصل الفن والمسرح عن تلك المفاهيم التي تربينا عليها والتي كبرت معنا بكبر العمر وتقدم السن. إننا اليوم بشروعنا بإقامة تلك الدورة في ظل تلك الأوقات العصيبة التي يعيشها العالم
لهي رسالة سلام للإنسانية، لكل قيم العدل والحق والجمال في زمن تزايد فيه القبح والدمار. إننا جميعا وبدعم الكبار وبدعم مؤسسات الدولة المصرية العريقة استطعنا أن نقدم اليوم عبورا جديدا بالفن والفكر من أجل الإنسانية.